أريد أن أتحدث هذه المرة في المسألة نتاع الاحتكار. في ظل هذا الإعلام الحر، النظام لم يعد باستطاعته احتكار المعلومة، والمستقبل لهذا الإعلام الحر. نعطي بعض التفسيرات حول هذه المسألة. في وقت من الأوقات كان النظام، ولا زال إلى اليوم، يصطنع بعض الشخصيات من خلال وسائل الإعلام. إنسان عجون يقلبوه نابغة. في ظل هذا الإعلام لم يعد باستطاعة النظام أن يفعل مثل ما كان يفعل، لأنه الآن هذا الإعلام الحر أعطى الفرصة للناس على جل باش تبرز الطاقات نتاعها، سواء في ميدان نتاع الكتابة أو في الميدان نتاع الشعر أو في كثير من المواهب، وبالتالي فقد السيطرة على التوجيه نتاع الناس. هذه حاجة. مسألة ثانية هي الاحتكار تاع المعلومة، بحيث هو أنه لما تصرى حادثة في منطقة معينة، النظام يمارس الحصار حول المعلومة بحيث أنه ما يخليهاش تنتشر. تصير ربما تنتشر هذه المعلومة من خلال قال لي وقلت لك، ولكن الإعلاميين مش موجودة، هو متحكم في الصحف، متحكم في القنوات الفضائية، يسمح فقط للأشياء اللي يحب يوجه بها رأي العام. مثلا هذه الأيام حديث حول هذه الشهادة نتاع العميل هذا كريم مولاي، النظام من خلال الصحف نتاعو يحاول يوجه الرأي العام إلى مسائل أخرى. راكم شفتوا، وراها الأمور راها تبان شيئا فشيئا، العملاء راهم يتضحوا شيئا فشيئا. هذه الشهادة راها رايحة تزيل الغبار على كثير من الملفات، وتوضح من أن النظام مخترق جميع الصحف، ومخترق جميع المؤسسات، مخترق جميع المساجد، مخترق جميع الأندية، جميع الجمعيات، جميع الأحزاب، من الرأس للقدمين. يكذب عليك كاذب، هو أنه يقول لك حركة مش مخترقة أو حزب مش مخترق، بل فيه بعض من الناس إلى اليوم ما زالوا يطبقوا حرفيا في السياسة متاع النظام، مخترقهم بأشكال أخرى، ويعتقدوا من أنهم يعارضون النظام. وسيأتي الحديث ربما في تسجيلات منفردة. إذن مسألة متاع توجيه النظام ولا غيره، نظام ولا غيره، الآن فيه بعض من الناس اصطنعتهم وسائل تاع الإعلام، اصطنعتهم من خلال التهويل، أو اصطنعتهم من خلال التخويف، أو اصطنعتهم بوسائل أخرى من خلال المد نتاعهم والإشارة نتاعهم، سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو على مستوى المواقع أو على مستوى الفضائيات. الآن ليس بإمكان هذا الناس أن يبقوا محتكرين الساحة الإعلامية، من المستحيل. الآن هذا الإعلام أعطى الفرصة لكل إنسان يريد أن يظهر، وما ينفع غير الصح. الآن في ظل محركات نتاع البحث، كثير من الأكاذيب راح تبان. شوفوا غير فقط قصة نتاع الضابط النصاب المحتال اللي دار حوار مع نفسه. الآن من خلال محركات نتاع البحث، حتى لو يقدر يكذب بعض من الناس أو يقدر يغلط بعض من الناس، ولكن لا يستطيع. الاسم نتاعو اللي كان يتحدث عليه بالاسم المستعار موجود في عشرات مئات المواقع، ما يقدرش يكذب كل هذه المواقع، وكاتبوه بنفسه، ولو يفتح تحقيق سيجدونه هو بالذات. لأنه في وقت من الأوقات هو أنه يقدر يكذب، يقول مانيش أنا، في ظل هذا الإعلام الحر لا يستطيع أن يكذب. يستطيعون التحقيق من خلال الجهاز نتاعه، يفتحوه ويجبدوا فيه المعلومات من خلال الذاكرة نتاعه، من خلال محركات البحث، في كل تعليق الرقم نتاع الاي بي، ما يقدرش يقول باللي هذا راه جا من إسرائيل. وطبيعة الحال التحقيق ما يقدرش ديره غير دولة واحدة، هناك الكثير من الدول تستطيع أن تكتشف من أنه هو نفس الشخص. إذن في ظل هذا الإعلام الحر، لا مكان للكذب، لا مكان للتبلعيق.
كانوا في وقت من الأوقات بعض من الناس هو أنه يقولوا من أن القنوات الفضائية ظلمتهم وأنه ما عطتهمش الفرصة باش يتحدثوا إلى آخره. الآن راح الزمن نتاع القنوات الفضائية، الدليل هو أن هذه القنوات الفضائية هي بنفسها راها فاتحة مواقع عبر هذا الإعلام الحر. نعود نرجع لمسألة مهمة ربما تختلط على الناس، مسألة نتاع الإعلام الحر، ويهزوا لك منتدى أو موقع معين ويقول لك هذا الإعلام الحر. الإعلام الحر أعيد وأكرر من أنه الإعلام اللي يعطي لك فرصة نتاع المبادرة، بحيث هو أنه لما تحب تكتب موضوع تكتبه دون أن تمر على سي فلان ولا فلتان، لما تحب ترد على واحد ترد عليه دون أن تمر على فلان ولا سي فلتان. المواقع الناجحة هي اللي فيها حرية المبادرة أكثر. وشوفوا جربوا، مثلا نأخذ مثال موقع نتاع اليوتيوب وموقع نتاع الفيسبوك، بحكم أنه هذه المواقع ناجحة، ناجحة من خلال عدد الزوار نتاعها، من خلال عدد المشتركين نتاعها، من خلال الرواج نتاعها، حتى عن طريق الفضائيات أو عن طريق المواقع أو عن طريق المدونات أو عن طريق الصحف الورقية. تشوفوا مثلا في موقع نتاع اليوتيوب هناك حرية المبادرة، بحيث أن الإنسان يتحكم في الحساب تاعه، يستطيع أن يحذف تعليق، يستطيع أن يغلق حساب، يستطيع هو أنه يقوم بتسجيل، هو أنه يعدل فيه، هو أنه يقول فيه كيما بغى، كيف ما راني الآن أنا نحب نقص كلمة، أنا اللي نتحكم في التسجيل تاعي. أيضا في موقع نتاع الفيسبوك، وبطبيعة الحال هذه المواقع هي مازال ما وصلتش إلى الحرية اللي تطمح لها الناس، يعني تبقى حرية نسبية، ما فيش حرية مطلقة ولن تكون الحرية المطلقة، ولكن مع ذلك فيها هامش كبير من الحرية. هذا الهامش الكبير من الحرية هو اللي خلى هذه المواقع على جال باش تنتشر وعلى جال باش تكون ناجحة. ونأخذ مثلا موقع الشروق، مثال نأخذ مثلا موقع تاع الشروق، ربما فيه عدد الزوار، ولكن هذا الموقع ما فيهش هامش تاع الحرية، بحيث هو أنه ينشر لك مقال ما تعرفش الصاحب نتاعو، اسم مستعار قاف ميم، لما الإنسان يريد أن يرد على هذا الشخص يكتب مثلا تعليق ما ينشرهولوش. هذا ليس إعلام حر، هذا إعلام موجه، وكل من يمارس هذه المهمة هو ليس إعلام حر. من حقك مثلا أنت في الحساب بتاعك هو أنك لا تقبل مصادقة فلان أو فلتان، من حقك، عندك الحرية. هما أيضا عندهم الحرية أنه ما يخليوش الناس تنشر التعليق، ما يخليوش الناس تكتب، ما يخليش الناس أنها تقول وش بغات، من حقهم. ولكن الفرق بين حساب شخصي وبين موقع أنه يزعم من أنه يتحدث في الشأن العام، فرق كبير قد السماء والأرض. شوفوا الآن تحدثت على مسألة نتاع الاحتكار، ناخذ مثال آخر. في هذا الأسبوع نشروا خبر، هذا الحدث وقع في المدينة نتاع البرج، نفس هذا الخبر هو منشور في صحيفة نتاع الخبر، في الصحيفة نتاع الخبر قالوا من أنه لغم، في الصحيفة نتاع الشروق ما قالوش من أنه لغم، وبالعكس جابوا صورة نتاع عملية وقعت في الجزائر، العاصمة لا أتذكر بالتحديد، مانيش عارف نتاع المجلس الدستوري أو نتاع قصر الحكومة، ولكن جابوا الصورة نتاعها ووضعوها في الموضوع، بحيث هو أنه يحاول يوجه المواطن من أنه هذا العمل قاموا به ناس إرهابيين حسب المصطلح اللي دائما يستعملوه هما. بينما الصحيفة نتاع الخبر قالت من أنه هذا لغم، والمواطن اللي يعيش في المنطقة يستطيع من خلال هذا الإعلام الحر هو أن ينقل هذا الحدث بالصوت والصورة
ويبين من هي الخبر ومن هي الشروع. شفتوا الفرق؟ وبإمكان كل مواطن في كل ولاية هو أنه هو اللي يصنع الحدث. هناك ملفات كثيرة نستطيع أن نناقشها وأن نحللها وأن نعالجها من خلال هذا الإعلام الحر. الآن النظام يحاول أن يوجه الناس من خلال القنوات الفضائية نتاعو، من خلال الصحف نتاعو، بل من خلال هذه المواقع الحرة اللي راه الآن يخترق فيها، من خلال الصحفيين التابعين ليه، من خلال الجنود اللي راه مجندهم. وراكم شفتوا مؤخرا هذا الموقع اللي هو اليوتيوب والموقع نتاع الفيسبوك راه ينخر فيهم من خلال الاعوان نتاعو. فيهم ناس اللي بالاسم نتاعهم الحقيقي، وفيهم ناس من خلال الاسماء المستعاره، ويحاول انه يوجه الناس. لم يكتفي بالقنوات الفضائيه، لم يكتفي بالصحف، لم يكتفي بالجيش، لم يكتفي بالشرطه، لم يكتفي بالجمعيات، لم يكتفي بالاحزاب، ويحوس حتى ينخر الجسم نتاع هذا المواقع الحرة من خلال التوجيه اللي يبغيه هو. ولكن لا مستقبل لهذا التوجيه الخاطئ، لأنه الآن في ظل هذا الإنترنت لا يستطيع كما قلت أن يتحكم في المشهد الإعلامي، لأنه لو يتحرك الشعب فعلا ويتفاعل فعلا من خلال هذا الإنترنت، أنا متيقن من أنه الكثير من الحقائق ستكشف، وأنا متيقن من أنه الكثير من الأشياء ستقلب رأسا عن عقب. ويكفي دليل نتاع هذه الشهادة اللي راها اليوم شيئا فشيئا راها تبان، الشهادة الأخيرة هذه نتاع كريم مولاي. ونعطي أمثلة أخرى، مثلا القنوات الفضائية أو الصحف أو المواقع التابعة لهذه الأنظمة يمروا بعض الأشياء عبر الرسائل أو عبر البرامج أو عبر روبورتاجات إلى غير ذلك، يمروا بعض الأشياء، لكن لما يحبوا ينسيوا المواطن يجيبوا له حاجة. المواطن معروف بالنسيان، هذا شيء مؤكد، لكن في ظل هذا الإعلام الحر هو أنه هذه الأشياء ما تتنساش. علاش؟ لأنه يمكن استعادتها، ما تنساش. مثلا الحصة اللي درتها الجزيرة مع سمراوي، أنا متأكد من أن الكثير من الناس ما شافوهاش. أنه مثلا الإنسان اللي كان في عمره 4 سنين في 2000 الآن هو راه عنده 14 سنة، لما كان في عمره 4 سنين ربما ما كانش يفهم هذا الأمر، لكن الآن لما كبر وعاد في عمره 14 سنة أو أكثر بالنسبة للناس اللي كانوا مولودين من قبل، يستطيع أن يشاهد هذه الحصة من خلال الموقع نتاع الفيسبوك أو من خلال الموقع نتاع اليوتيوب. وتبقى الأجيال حتى باش تعرف جيل عن جيل، بمعنى هذا التسجيل يشوفوا اللي الآن راه في عمره 18 سنة، وبعد 4 سنوات واحد أخرى يشوفوا اللي راه في عمره 18 سنة، وبعد 10 سنين واحدة أخرى يشوفوا اللي في عمره 18 سنة. وتبقى هذه المسألة عن طريق هذا الحر مسألة متداولة تتداولها الأجيال. وبهذه الطريقة ما يقدرش النظام يغطي الأحداث. راكم شفتوا في وقت من الأوقات الأحداث اللي صارت سواء في 88 أو في التسعينات غطى عليها النظام وحاصرها وكثير من الحقائق اللي قلبها، لكن في ظل هذا الإعلام الحر ما يقدرش يغطي عليه. وماذا بيا من خلال هذا المنبر أوجه النداء إلى كل إنسان يمتلك تسجيله وأنه يجبده، وما ينفع غير الصح. الإنسان اللي يكذب الحبل نتاعو قصير في ظل هذا الإعلام الحر، كائن من يكون والله العظيم ولو كان يلبس الثياب نتاع أبو بكر الصديق، غير يتكشف. وما ينفع غير الصح. إنسان اللي عنده ازدواجية في الخطاب تاعه، بمعنى أنه يتكلم على العام شيء ويتكلم على الخاص شيء، أو يتكلم باسمه الحقيقي شيء وبالاسم المستعار شيء، يتكشف.